دينو حواشو العنب حواشو شلو منو العرق الشرب طواشو دينو حواشو العنب حواشو شلو عم احكي لنا عن صوت عسكرتك يا كنت انا مختبئ بمغني سطر اغاش مخدم العسكري هونيك كان بي جاء لعندي تشوفني مشتاق علي صار له 26 ما شايفني والله هذا مش يفاد شد بايده خابي يعني فهم جايب لي عرق قلت له انا يعني النظامي مش هتفوتوا قاموا فوتوا هذا جاء حاشني وقال لي كيفك يا بدي قلت له كيس اعطاني حط اللي بجيبي هيك خرجه صغيره هيك 3000 4000 دولار وبعدها قام راح انا تمت بايدي على الخبز العرق وقلت عجب شو بدي صير انا بدي اشربها جاي انت ما جيت لبالك انا صفرت شوي بيسعى هي انت كاين تقشت محل كاتبين جبانري وهي عيل شوي قمت طلعت راسها هل فنجان بينفعك وهل فنجان بيضرك وهذا هيك بيصير وهكا بيصير وبيجيبي في قطوع سوركي بيطلع قطوع سوركي شربت الخبز عرق كله ما شاء الله ايه وبعدها قشعت واحد معروف بيجي هكذا بيجي عسكر من ادني رقت لعندي ما يقل لي قوم طالب سنه شهر تيجوا قريب على هذا الولد قلت له قال لي رب الله انا طالب لك الله رحت لهونيك شط الطابور الله وكيلك يا شباب الله وكيلك ما قلت لك انا عمري كذب لا انا عيب الشوم يا عيب الشوم هلا لا تكذب في ديني هونيك في 35,000 عسكر مش قشانيك قال لي يا سبحان الذي خلقنا بعد الدنيا هذا الحط هاي الجسور الملك ابي قلوني مرجاسور انا على كل شيء قال برجال قلت له افندم قوم طنم قام عطاني هالمفاتيح الفيق ونط الطيارات عارف الطياره الكبيره ايه قال لي باتري هالتلفزيون هذيك تم يحروا بقلبه وبعد تقاعد كل واحد بنطان ثلاثه اربعه وبعد جاي قلت له تمام الله قمت كنت فيها لهالطياره وشي غلطه اول وتيس الكنجي وتيس اوت دو بيج وطرت فيها والله بعد ما طرت دس 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 والله ما خشت من رفيق ويقولوا ما الترافيك بوليسي ما يصير هونيك او قول كنترول شربان انا كتير ليس وقفت انا هونيك قال لي حبيبي اهليات ورخصات قلت له اعطيته هني قال لي انت قاعد قلت له انا قاعد بالسويدي منا قلت له والله بالفلان قال لي بتعرفه لا من اي قلت له والله بعرفه ابن خالته لبين إيه قال لي تمام وزمان انت ما مسكك روح داوم الله يكون معك ويسرب وجهك مش يقشعوني هالدروستي تحت باش تتهزم وقتلوا لو واحد بيعطون بمصوب قتلوا واحد بكمية صالو لو واحد لخبك انت محمل بيجي بيك بقول لك يعني يا بيش تخمين قد يرسم يعني بيجي عن 16-17 اطون بمصر قاتل كلاتي في ديني خلصوا مع الفشل وشو بدي سير ما بعرف في من تحت واحد مترني في وشخص واحد عينت لحبالي قفي لا عرضه ولا شيء تدخل الله في عندي صلي 6-7 شهور يا ابو الخي انا جزابي ما كنت خيسته كنت تمسكته وعيرته وطمه للهاك وشلحته وقف قلبه ماشي جاء السلام حديك شمه شوي وقف قلبه اخ والله بعد ما خلصتين كليتين كبيت فوق البنزين وخلصتين كليتين حرقتين حرق برمت على الطابور لهونيك وانا نازل قصة الطيارة قدام ما تجي على الأرض وطفيت من هونيك تصير جستاري قال لي كشتن يكون كل الطابور مثل حطيلي جسور مريض شالت سيارتي أنا سبحان الذي خلقته للدنيا والله يا عمي شايفوا العرق اي ولا شايفوا لشو عمانا طبعا والله يمكن كرمالك طبعا دي كرمالي طبعا لك كرمالك